وحنا دائما كنراهنوا على الجامعه العمليه بشكل عام، سواء الجامعه العموميه او الجامعه في اطار الشراكه، كنراهنوا عليها بشكل كبير في التكوينات وفي البحث. اليوم هذا البرنامج من خلال كذلك عقد لجنه القياده اللي احنا شركاء فيها وزاره التضامن والجامعه الدوليه، واللي الجامعه الدوليه حرصت من خلال الخبره التي تتوفر عليها على مواكبه هذا التكوين. احنا سعداء جدا اليوم بالنتيجه وبالحصيله، ومن اهم المخرجات ديال لقاء لجنه القياده هو الحرص على ديمومه هذا التكوين، والحرص على اننا نضعوا منصه اللي كتستجمع كل يعني الخبرات وكل التكوينات اللي تلقاوها، يعني كل الذين استفادوا من هذا البرنامج، حتى تبقى استمراريه ونضمنوا الاستمراريه ونضمنوا الديمومه. اذا هذا برنامج مهم كيأكد اهميه الاستثمار في الموارد البشريه وتكوينها، خاصه في مجال الاعاقه، لان التحديات في اغلبيتها والرهانات مرتبطه بتكوين الموارد البشريه الخبيره اللي كتعرف كيف تتعامل مع الصعوبات المرتبطه بالاعاقه، وخاصه في هذا المجال اعاقه التوحد. برنامج رفيق هو برنامج اللي كيخص تكوين مؤهل المكونين اللي غادي ياثروا العائلات والاسر في الميدان. هذه واحد المرحله، حاله مهمه ديال التكوين، ومن بعد غادي نكونوا نشرفوا في الجهات اللي كاينين واحد المرشحين من جميع اختصاصات ومن جميع جهات المغرب، يعني كنغطيو المغرب كامل. يعني في هذه المرحله هذه اللي غادي نحاولوا نقلوا هذيك المعارف وهذيك المهارات اللي توصلنا بها من طرف اخصائيين اللي هما دوليين ومشهود الكفاءه ديالهم، غادي نحاولوا نوصلها للاباء والامهات. الهدف ديالنا شنو هو؟ انه الاباء والامهات والعاملين في الجمعيات نعطيهم واحد الادوات اللي هما عمليه باش يخدموا مع الاباء، يخدموا مع الاطفال ديالهم. يعني كنشكروا الوزاره اللي تحت هذا البرنامج لقطاع الصحه وقطاعات اخرى، باش يكون واحد التكفل اللي هو عنده واحد الجوده عاليه مؤطر من طرف اخصائيين اللي هما عالميين في مجال التوحد. وكنتمناو هذه المبادره انها تزيد تنجح وتوصل لجميع انحاء المغرب وتوصل لجميع الاخصائيين اللي هما في امس الحاجه لها. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.